لكل التكهنات وضغط وثم لاعبين واعدين على الميدان والهجوم من جديد. لسعد الجزيري يسترجع الكرة، النجم الساحلي وفوا من محور دفاع الترجي، والهدف الأول، الهدف الأول بالنسبة لدرامي ميكايلو. إذن النجم الرياضي الساحلي استغلال هفوة في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي، ودرامي ميكايلو يتمكن من إحداث الفارق للنجم الرياضي الساحلي بعد هفوة من محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا هوني استرجاع الكرة مباشرة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، الكرة توصل إلى درامي ميكايلو، يغالط الحارس معز بن شريفية، لسعد الجزيري في التوزيع الأرضية، ودرامي ميكايلو، والكرة اللي غاد من خلالها درامي ميكايلو المالي البوركيني حارس الترجي الرياضي التونسي. هدف مقابل صفر، قلت منطلق وبداية واعدة لهذه المباراة بين الناديين العريقين. إذن لدرامي ميكايلو من جانب الترجي معز بن شريفية، محمد بن منصور، خليل شمام، سامح الدربالي، أيضا خالد الغرس اللاوي، وسيم النغموشي، حسين الراقد، محمد يوسف البليني، أريسون أفول، إيمانويل كلوتي، وأحمد العكيشي. نتابع هذه الوضعية للنجم الرياضي الساحلي، والتغطية الأخيرة من جانب خليل شمام أمام حامد النموشي، التوزيع لسامح الدربالي، التوزيع على مستوى القائمة الثاني، محاولة للترجي، التصويبة من خالد الغرس اللاوي، الاستماتة من دفاع النجم الرياضي الساحلي إيمانويل كلوتي ويوسف البليلي، يوسف البليلي المحاولة وهدف التعادل. ممتاز يوسف البليلي في الثواني الأولى بالنسبة للشوط الثاني، التصويبة ممتازة من جانب يوسف البليلي، تصويبة يمينية ليوسف البليلي. إذن هدف مبكر من جانب النجم الرياضي الساحلي يقابل هدف مبكر من جانب الترجي التونسي، أكيد باش يحلى الشوط الثاني من مباراة الترجي والنجم الرياضي الساحلي، مباراة مفتوحة لكل التوقعات والتكهنات. المحاولة لإعادة إيمانويل كلوتي، يوسف البليلي يستميت، يوسف البليلي يصوب في زاوية، إذا صعيبة على الحارس أيمن المثلوثي بعد هدف أول من درامي ميكايلو، الإجابة هذه المرة من الجزائري. إذن يرجع إلى الميدان، متوسط الميدان الدفاعي، حسين الراقد، حمدي النقيز، أريسون أفول، إلى فرانك كوم، فرانك كوم، لحبيب ميتي، لحبيب ميتي الصعود من الجهة اليمنى، حمدي النقيز، والمتابعة كذلك من مصعب سيسي، مشيلو فرانك كوم، الترجي يسعى لعكس الهجوم، خالد الغرسلاوي، أريسون أفول، سامح الدربالي، سامح الدربالي، خالد الغرسلاوي. ثاني مباراة بالطبع كان تم اقحامه في مباراة ايضا لقاء الاجوار، وكان عائد من اصابة في الاربطة المتقاطعة، لاعب واحد كذلك خالد الغرسلاوي. سامح الدربالي، سامح الدربالي، سامح الدربالي، والهدف الثاني. قلت قيمة الظهيرين في الزوز فرق منذ قليل، حمدي النقاز كان قام بمجهود وكاد يسجل الهدف الثاني، هذه المرة سامح الدربالي قام بمجهود وسجل الهدف الثاني، هدفين مقابل هدف للترجي الرياضي التونسي. مباراة مشوقة، مباراة ممتعة، مباراة إلى حد الآن معناها كل فريق يلعب حظوظه كاملة، وشفت المجهودات من الفريقين منذ قليل، حكينا على الأظهرة وقيمتها في أحداث التفوق والتسجيل، والمجهود الفردي بالنسبة لسامح الدربالي يسجل بالرجل اليسرى بعد التمهيد بالرجل اليمنى، هدفين مقابل هدف للترجي الرياضي التونسي. إعادة من جديد، المحاولة يبعد على رضوان الفالحي وبداخل الرجل اليسرى يضيف الهدف الثاني. إذن النتيجة الحالية هدفين مقابل هدف لصالح الترجي.